يوفنتوس ميلان كاس ايطاليا، وين اليوم وين شفنا كيفاش مباراه اللي بدات قويه، وشفنا كيفاش دخول اساسي بن ناصر، كل الانظار متجهه نحو بن ناصر، بن ناصر اللي يصنع الحدث، رغم ان شفنا كيفاش الشوط الاول وين شفنا في العشر دقائق الاولى وين كريستيانو ضيع ضربه جزاء، وشفنا كيفاش انتي اللي خرج بالحمراء في الدقيقه ال 17 يعني بعد متسبب في ضربه جزاء، يعني نقولوا بلي المباراه بدات قويه، شوط كبير بالنسبه للميلان وين تحملوا عبء المباراه، رغم انه لعبوا كما نقولوا حنايا ناقصين عدديا من الدقيقه 17 ناقصين عدديا، يعني نقولوا بلي اليوم كانت المباراه بدون جمهور، شفنا كيفاش نصف نهائي وين يعني نقولوا بلي كانت المباراه اللي كانت متوازيه في بدايه الشوط، الربع ساعه الاولى كانت متوازيه، كل شيء كان على ما يرام، الا بعد 17 دقيقه وين جوفنتوس لم يستغل، نقولوا بلي لم يستغل نقولوا باللي لم يستغل الفرص اللي جاتو بعد الخروج انتي في الدقيقه 17 وين نقص العددي بالنسبه للميلان، شفنا كيفاش بوفون الذي انقذ المرمى تاعو، شفنا كيفاش دانيلو، شفنا اليكس، شفنا ماتيس، يعني شفنا كريستيانو، ديبالا، نقولوا بلي كوستا، شفنا رودريغو، يعني نقولوا بلي كانت المباراه كانت في صالح جوفنتوس في الشوط الاول وين اضاعوا الاهداف، نقولوا اضاعوا الاهداف، شفنا كيفاش ميلان وين الحارس تاع ميلان وين انقذ المرمى تاعو من اهداف باعجوبه، شفنا سيمون، شفنا اندريا، يعني دافيد، شفنا كيفاش اسماعيل بن ناصر، لوكاس، انتي اللي خرج بالبطاقه الحمراء بعد شفنا كيفاش وهو مهاجم، يعني ما نقولوا بلي خروج مهاجم ماشي كيما خروج مدافع، نقولوا بلي هذه المباراه اللي كان يخص فيها الا الجمهور، مباراه قويه، شفنا كيفاش المباراه كانت قويه، شفنا كيفاش يعني خاص فيها لازم النكهه تاعها وهو الجمهور، شفنا كيفاش جوفنتوس كيفاش دخل بخطه 4-3-3، شفنا كيفاش ميلون وين دخل بخطه 4-3-3، يعني بعد تغيير الخطه تاعهم بعد خروج المهاجم بالبطاقه الحمراء وين شفنا كيفاش كل شيء تغير، وين هنا وين صعيبه وين المدربين نقولوا بلي الحسابات يتخلطوا لهم، يعني الموازين ما توليش، خاطر على تلعب بناقص لعاب خاصه امام جوفنتوس، خاصه امام هجوم قوي تاع جوفنتوس، كوستا، كريستيانو، ديبالا، رغم ان شفنا كيفاش اسماعيل بن ناصر وين يقوم بدور كبير في وسط الميدان، والله العظيم نقول الكلمه، رغم ان نقص العددي لكن اللعب تاع اسماعيل بن ناصر ما يخلي كلي شغل ما خلاش النقص العددي يبان، وتبقى تشوف في بن ناصر كيفاش قاعد يلعب 43 دقيقة 45 دقيقة ما خلاش النقص العددي، رغم أن الهجمات وصنع اللعب كان من طرف جوفنتوس، لكن بن ناصر بالتحركات تاوعو، خلق المنافذ، تكسير كم من هجمة، شفنا كيفاش نقولوا بلي بن ناصر وين ما خلاش ذاك النقص العددي يبان بالتحركات تاوعو، تحركات في كل اتجاهات، يعني لعاب ناشط بمعنى الكلمه، وين راه رابد الميليو تيرا بمعنى الكلمه، حنا الذي كنقولوا بلي اليوم نقولوا بلي جوفنتوس يعرفوا اليوم يعرفوا قيمه تاع اسماعيل بن ناصر، وين يعرفوا بلي محارب بمعنى الكلمه في خط وسط الميدان، هذه كنقولوا ما خلاش كي تبقى تشوف كيما هكا بن ناصر كي تشوفه في التحركات تاعو في وسط الميدان، ومشاركه تاعو في الهجوم، مشاركه تاعو في الدفاع، يعني تعرف بلي لعاب هذا راه يقدم مستويات كبيره خاصه في وسط الميدان، التدخلات تاعو، اللعب تاعو، وين نقولوا بلي تبقى تشوف عطى حلول المدرب تاعو، عطى حلول في وسط الميدان، عطى حلول
عطى حلول والله، ما تحس باللي باللي ميلون يتلعب ناقصه تعدد، رغم ان جوفنتوس وين نظم بزاف هجمات، لكن ما تحسش باللي ناقصين تعدديا من جانب يلعبوا اديس. باش تلعب اديس امام جوفنتوس ماهي سهله، وين شفنا كيفاش وين بوفون انقذ على المرتين، انقذ هدفين محققين بعد ما شفنا كيفاش انتي اللي ضيع هدف في الدقيقه العاشره، شفنا لوكاس كذلك في الدقيقه السابعه وين كانت عنده خرجه مع بوفون، لكن بوفون الحارس المخضرم حارس كبير، رغم ان فاني كذلك ما ننساوش دونارامو الحارس تاع ميلان، وين كذلك والدفاع كذلك اندريا، شنا كيفاش كيري، شنا كيفاش اليسون، شنا دافيد، يعني كانت عندهم كان دفاع قوي امام، وين ما عطاوش مساحات كبيره امام كريستيانو، وشنا كيفاش كريستيانو رغم التحركات تاعو والقوه تاعو والسرعه تاعو في التحركات، لكن ما شناش مشكل خطوره بالوقوف تاعو في اللعب، نقولوا باللي مشكل خطوره. حنا نتمنوا الشوط الثاني بالتغييرات اللي يديروا المدربين تكون في صالح ميلان، انا وعد الناس ماذا بينا ميلان هي اللي تربح، خاطش عليه عندنا بن ناصر، ماذا بينا بن ناصر يلعب بروح نهائي. على ذيك نقولوا باللي اليوم جوفنتوس ميلان مباراه قويه، خاصه ميلان وين شناهم كيفاش تحملوا عبء الشوط الاول، نقولوا تحملوا عبء الشوط الاول خاصه بعد وين زادتهم عزيمه كبيره، وين كريستيانو وين ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 16. على ذيك نقولوا بلي كانت المباراه كانت سريعه، مباراه لعب سريع، ريتم قوي، فيه كل شيء، فيه كل شيء. هذا المباراه شاهدنا الشوط الاول، شاهدنا ريتم كبير، كاع ريتم كبير رغم نقص الحماس تاع الجماهير، لكن يبقاو اللاعبين يصنعوا الفرجه رغم غياب الجمهور على المدرجات. شنا كيفاش خاصة والله نقول كلمة بلي اسماعيل بن ناصر وين ميليو تيرا ما شاء الله، نقولوا ما شاء الله اسماعيل بن ناصر اليوم مع بارناك كيسي وين خدمة خاصة وين اسماعيل بن ناصر وفارناك كيسي وين خدمة كبيرة وين غطاو كل المنافذ أمام جوفنتوس. اللي شنا كيفاش جوفنتوس اليوم ما نقولوش عانات، جوفنتوس كان عندها كيما نقولوا حنايا نقص العددي بالنسبه لميلان، وين جوفنتوس وين قعدت تلعب في الهجوم وين شفنا كيفاش الخطط تاعهم، شفنا خطه تاع ميلان وين لعبوا بربعه اثنين واحد، يعني نقولوا بلي اليوم ميلون بعد خروج هذه الخطه وين دخل المدرب تاع ميلون اللي دخل بخطه 4-3-4-3، شفنا بعد خروج اللعاب وين شفنا كيفاش دخل بخطه بدل غير الخطه تاعو، قاعد يلعب ب 4-4-1، على ذيك شويه وين شفنا كيفاش ما سمحوش في الميليو تيران، وين قعدوا مسيطرين في الميليو تيران، شفنا ميلون قعدت مسيطره في الميليو تيران، خاصه وين جوفنتوس كذلك القوه تاعها اللعب تاعها. على ذيك نقولوا بلي مباراه من الصعب التكهن بها خاصه في الشوط الثاني وين ميلان يلعبوا اديس، يعني ما هي سهله المباراه، ما تكون سهله على ميلان. بعد الشوط الثاني ان شاء الله بربي نزيدوا نحطوا صحيح.